زعمة التصفية النهائية. لجنة التحكيم تستقبل المترشحين. يتم تقييم كل متناظر على أساس 5 معايير: فهم الأطروحة، قوة الحجة المقدمة، دعم الحجة بالإحصاءات والأدلة ومدى دقتها، مهارات العرض والتقديم، الالتزام بالوقت. زعم الإعلام عرف استغل حرية التعبير التصفية النهائية. مرحبا بكم مديس الكل. اليوم لجنة التحكيم باش تختار المتسابقتين اللي باش يتعداو للنهائي غدوة في حلقة زعمة اللي تتفرجوا فيها الكل ويظل يستنستوا توا بالبرنامج. مرحبا هيثم. عسلامة خلود. مرحبا غادر. مرحبا بكم. عسلامة. شحويلكم. نبداو نستقبلوا قلت متسابقتين على خاطر بنات الكلهم اليوم معنا. فما كان المتسابقات المتسابقات ونبداو بالفريق الموالي للأطروحة. كوثر مرحبا بيك. عسلامة. كوثر الحمروني. منين جيتنا كوثر؟ مورنيك بن عروس. مرحبا. عندك 99 ثانية باش تقدم لنا الأطروحة نتاعك. زعم الإعلام عرف يستغل حرية التعبير. بعد 14 جانفي 2011 تحرر الإعلام من الخط التحريري الواحد ومن تمجيد الحزب الواحد، فنلقاو المؤسسات الإعلامية تكرس التعددية، وذلك من خلال في عقلك. والحجاج اللي تتذكرهم اللي تعرفهم انت، دافع على رايك، مش لازم تصبرنا سكريب، دافع على قناعاتك، انت بشنو مقتنع؟ احكي لي. فنلقى وسائل الاعلام تكرس التعدديه، وذلك تكرس التعدديه، وكدليل على ذلك نلقاو بلادنا تحتل المرتبه الاولى عربيا و73 عالميا في حريه الصحافه حسب منظمه مراسلون بلا حدود. كذلك الإعلام أصبح يهتم بمشاغل المواطنين فيوصل صوتهم عن طريق من مختلف الجهات عبر الروبورتاجات، التحقيقات، الميكرو تروتوار والأخبار. الإعلام أصبح يلعب دور السلطة الرابعة، فعزز ذلك من خلال الممارسة الديمقراطية، فنلقاه يشير إلى كل الإخلالات اللي تقوم بها أي جهة رسمية وإلى غير رسمية، وذلك باستعمال حرية التعبير من خلال المساءلة والحساب. ما ننساوش كذلك ارتفاع عدد وسائل الإعلام وتنوعها من خلال البرامج السياسية الاقتصادية الاجتماعية. انتهى الوقت كوثر. دخلت في حيط. فريق الإنتاج من الاتصال معنا هنا ماهوش واضح، راهو حبيت نقول لكم في الأثناء يظهلي الكلنا صوتنا. هيثم ترى شوف معايا أنا المجموعة هذيا. ظروف المباشر يا جماعة، ظروف المباشر. المجموعة ماهوش قاعد مخرج. بون كوثر غادة ساغيف جو بونس الحالة اللي صارت. خاصة مع أول تجربة قدام الكاميرا، نعرفوا ماهيش حاجة سهلة. هو احنا ديجا وخاصة أنت وهيثم ويظهلي الناس الكل عندها تراك تقف قدام الكاميرا. أنا نتحط قدام الكاميرا ندخل بعضي بصراحة. مش نجم. بيت نفكرك في الموضوع هذا في الجيل الجاي. بيسيرش. دونك ذولي احنا صوتنا الكل خلود هكا. أيه. باهي كوثر النتيجة نتاعك خرجت، دونك كوثر عندها 73 النتيجة نتاعك يا كوثر. 73. 73. مش ويني، مش قلت لك ماكش خايبة. ويني كوثر. يلا نتعدي وتوا إن شاء الله تنافس بالقدا الكونديدات اللي جايتنا. أيه. من بعد عندك هيثو في عقلك. اي ويني المترشحة رقم 2 في فريق الموالات؟ هيا به تعرفوا عليك. عفوا. مرحبا. مريم مفتاح من ولاية المهدية معتمدية سيدي علوان. مرحبا بك مريم. ألور انت في فريق الموالات، يعني تمن أنه الإعلام عرف كيفاش يستغل حرية التعبير؟ الإعلام عرف يستغل حرية التعبير. عندك 99 ثانية باش تفسر لنا كيفاش. باهي. تفضل. بعد الثورة التونسية الإعلام التونسي تغير وعرف يستغل حرية التعبير. إعلامنا اليوم ينقل الواقع على المواطن التونسي ويحاكي. مسالش تنفس.
مكسب الثورة التونسية عرفت تستغل حرية التعبير. إعلامنا اليوم يحاكي واقع المواطن التونسي وينقل كل تطلعاته ومشاكله. وأكبر دليل على هذا اليوم عدنا تعدد في المشهد الإعلامي. عدنا قرابة 80 صحيفة مكتوبة، وعدنا 12 مؤسسة تلفزية، و52 محطة إعلامية من بينها 15 محطة إذاعية ذات صبغة جمعياتية، وهذا حسب تصريح الهيكل. إعلامنا اليوم ينقل واقع المواطن التونسي، في نفس الوقت يدعم المسار الديمقراطي، كيف يعمل فيها الفاز هذا؟ يدعم المسار الديمقراطي من خلال التغطية الصحفية للمعارضة وللسلطة الحاكمة في نفس الوقت. وحتى في نشرتنا الأخبارية ما عادش عندنا فقرة موجهة لتزيين إنجازات السلطة الحاكمة والرئيس، وهذا اللي خلى الإعلام التونسي بعد 10 سنين من الثورة يحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 72 دوليا من أصل 180 دولة في حرية التعبير حسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، بعد ما كان يحتل المرتبة 139 دوليا سنة 2011. وفي الختام، أن يكون لنا إعلام يخطئ وفي طريق الإصلاح أفضل من أن يكون لنا إعلام مزيف. وفي الوقت يعطيك صحة. يعطيك صحة مريم. شكرا. كملنا التصويت لجنة التحكيم. دونك أنا كملت. حتى أنا كملت. أقل من دقيقة نتصور النتيجة نتاع مريم تبدا عندنا. دونك نذكروا لي كوثر نتيجتها 73 مريومة. مريم عندك عاودوا قولوا لي ما نحبش راني 77 مريم. 77 غافو. يعطيك الصحة مريم. مش بيوم اللي يدخل يعمل هكاك 10 15 ثانية ويشد فران كله منك هيثم خاطين. نتعداو للمتسابقة اللي من بعد. نادي تفضل. عسلامة. قدم لنا روحك. عمري 26 سنة. تخي بيان كيما صحابك الكل. تعطيك خلود التوب. تبدا عندك 99 ثانية. يلا نداء قدامك الوقت باش يخرج دوب ما تبدا 99. يلا. ثنائية الإعلام والحرية باقية تخوض نقاش كبير، لكن هذا ما خليناش ننكروا أن المناخ الحريات بعد الثورة استغل، وتم هذا بإرساء هيئات دستورية وتعديلية الهدف منها ضمان حرية التعبير والإعلام وضمان إعلام تعددي نزيه بخلاف لما كان عليه من إخفاء الرأي المخالف، من قرارات زجرية ترسخ لنظام سياسي قائم على رواية واحدة. اليوم بقينا نشوفوا اللي قطاع الإعلامي خرج من التناول الموسمي للقضايا وخذ ملفات كبرى كيما الفساد المالي، حقوق المرأة والطفل والشباب، وزاد مواضيع محرمة كيما أمهات العازبات، القانون 52 والتهريب. فما زاد لوم كبير على القطاع السمع البصري بسبب البرامج الترفيهية، رغم أن البرامج هذه ماهيش بدعة. مثلا في بلد ديمقراطي كما فرنسا نلقوا اللي البرامج الترفيهية تمثل نسبة 28% من إرسالها، هذا حسب المعهد الأوروبي لوسائل الاتصال. زاد فما الإعلام الجمعياتي اللي هو يمثل اتجاه لتغيير اجتماعي محلي وجهوي، وزاد هو يوصل صوت المواطن البسيط رغم الإمكانيات البسيطة والقليلة المادية واللوجستية. نختم كلامي بأن القطاع الإعلامي في فترة الكورونا صحح المغالطات، وببساطة حبيت نأكد بكلامي هذا أن الإعلام عرف يستغل حرية التعبير. انتهى الوقت. شكرا لك. خليك معنا نادي على خاطر أكيد فما بعض الملاحظات اللي باش تقدمهم لك لجنة التحكيم، وباش نبدأ أنا بعد إذنكم خلود وهيثم. حكيت على المواضيع المحرمة كيما الأمهات العازبات. كيما الأمهات العازبات قانون 52. جوست أنا حبيت نقول لك اللفظ نتاع المحرمة هذايا ما نستعملوهش، احنا نستعملوا مثلا الموضوع المواضيع المسكوت عنها، على ليميت لي تابو اللي ما كناش نحكيو عليهم، أما نبعدوا على اختيار الألفاظ هذوما المحرمة والمكتاب. واضح. هيثم وخلود عندكم ملاحظات؟ لا يعطيك صح نادي على خاطر سافا، معناها فما تطور كبير برشا ما بين الفيديو الاولى وقت التدريب واليوم. برافو. يعطيك صح. استنى معنا. انا بصراحه عجبتني المقاربه نتاعك، خاصه وقت اللي تقارن بلدان اخرين وتقول انه هذا موجود الى اخره. جوست نعطيك ملاحظه برك،
الله يبارك البرامج الترفيهية 28% في فرنسا ولا في الأوروب ولا غيره، أما شوف شنية البرامج الترفيهية وبخلافك 28% يقعدوا عنا 72%، شوف شنو يحطوا فيهم زيادة ونحن شنو نحطوا فيهم. واضح. مادامك مهتمة بالموضوع معناها فهمتني؟ سينو يعطيك الصحة. خرجت النتيجة نداء. تستنى تسمع نتيجتك. اقعد ما يسالش، عندك 84. برافو. يعطيك الصحة يا نداء. برافو نداء. مالا العملية واضحة هكا يظهر لي نعرفوا شكون الفايزة معانا بالنسبة للفريق الموالي للأطروحة نادى عبد القادر، هي اللي وصلت للمرحلة النهائية، وصلت البرنامج زعماء، مبروك نادى. وتوا باش نتعرفوا اي فوالا باش نتعرفوا توا على من ستكون المتناظرة أمام نادى في الفريق الآخر، وباش نبداو نستقبلوا مع بعضنا اعتدال جسمي باش نشوفوا شكون اللي باش تطلع من المتناظرات ضد الأطروحة. اعتدال مرحبا. عسلام. تفضل اعتدال، منين جيتنا؟ عرفنا شوي بروحك. اعتدال جسمي، عمري 20 سنة وطالبة صحافة وجيت من القصري. مرحبا بيك. دوب ما يبدا الوقت قدامك 99 ثانية تقدم لنا الأطروحة نتاعك. فريق المعارضة. موافقة إن شاء الله. إيش رايكم نرجعوا بالوقت لسنة 2011 وقت تحرر قطاع الإعلام من الرقابة والقوانين الزجرية اللي كانت تخلي وزارة الإعلام تفرح به بلغتنا العامية، ولا قطاع ولا بعد الثورة قطاع مقنن بمراسيم وحقوق مكفولة قانونيا ودستوريا، الحاجة اللي خلقت نوع من التعددية على مستوى عدد المؤسسات الإعلامية، ولكن رغم العدد هذا نلاحظوا انعدام التعددية والاختلاف على مستوى المحتوى نتاع الإعلام هذا اللي سيطر عليه البرامج الترفيهية اللي ولت نوع من الرداءة ومحاولة إثارة غرائز الإنسان، ودليلنا على هذا بلاغات الهيكا اللي صدرت بسبب المحتوى الرديء، وزيد على هذا الصحافة الصفراء اللي تخدم على نوع من التشويه والانحياز اللي تخدم على نوع الصحافة الصفراء. اي تشويه وانحياز. تشويه وانحياز في قطاع ما عرفش يصنع روحه تطوير ذاتي وحافظ على نفس الاسماء ونفس الاسماء وبنفس النسق من غير لا تطوير ولا اجتهاد، ولا يحاول يعرض نفس الملفات السائده والاعتياديه وقت نقارنوه بالتجربه الفرنسيه بعد 168 اللي عاشت بريسك نفس النقله، ولكن حاولت تطور فيها وتطوير واستغلتها في تطوير الاعلام نتاعها، بينما في تونس يبقى الاعلام مجرد سوق تجارية سيطر عليها السياسيين. لهنا نجم نقولوا اللي الإعلام ما عرفش يستغل حرية التعبير. يعطيك الصحة. صحة كمال قد. جبتها قد. أي قد. باهي علاش توا المشكلة نتاع أنه تجيو في وسط النص ونحسوا كأنها الأفكار تنقطع فجأة معناه؟ يمكن ارتباك هذاك علاش؟ الارتباك؟ باهي واضح. يلا ناخذوا النتيجة. تصير نسكن أول مرة قدام كاميرا طبيعي جدا. ولكن اعتدال طالبة في معهد الصحافة هكا ولا؟ مازلت سنة أولى. سنة أولى. دونك نورمالمون أنت نتيجة اعتدال شوي شوي تترينا بالكاميرا تستانس. سي طابت النتيجة. تعودوا لي النتيجة يفضلكم. 79 برافو يعطيك الصحة. يعطيك الصحة اعتدال. ونمر مباشرة إلى المتسابقة التالية في فريق المعارضة. مرحبا لنا. عسلامة. آية. إيه آية منصوري متخرجة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة ومن جندوبة. مرحبا بك. عايشك؟ به كيما الناس الكل عندك 99 ثانية باش تقنعنا بوجهة النظر نتاعك. يلا يبدأ الوقت. الإعلام 10 سنين التالي كان تحت وطأة السلطة. ما كانش فما حرية، ما كانش فما تعددية على محتوى البرامج، كان فما رقابة تسلطها وزارة الإعلام ولا تي سي او. جات الثورة وجابت معاها حرية التعبير، واللي بفضلها ولينا نحكيو لهنا على حرية التعبير، على تعددية في المحتوى، ما عادش فما تسانسير، ولينا نحكيو على هيئة تعديلية في بلاصة هيئة رقابية. بعد هالتحول زعما الاعلام عرف كيفاش يستغل حريه التعبير. باش نحكيو في ثلاثه مستويات. بالنسبه للمستوى الاول مستوى قطاع السمع البصري، حيث نلقاو انه البرامج تقدم في محتوى
ينتهك الخصوصية متاع العبيد ويبربش في الماضي متاعهم، يوصلوا يتنمروا على بعضهم، ينتهكوا الأعراض متاع بعضهم، يبرروا العنف اللي قاعد مسلط. لهنا الحاجة اللي خليت المواطنين يقدموا بشكيات للهيكة بلغت عددها 4000 شكية سنة 2020. بالنسبة للمستوى الثاني على مستوى قطاع الصحافة، نلقاو زيادة قطاع الصحافة سجل مخالفات فيها محتوى للعنف، تحتوي على خطابات تبرر العنف، شتم، هتك، قام بها المرصد اللي يخدم تحت نقابة الصحفيين. بين 2015-2016 وصل عددها 276 مخالفة. نتعداو المستوى الثالث واللي هو أهم مستوى، القطاع السياسي، حيث نلقاو إنه الإعلام غلط كيف أعطى الفرصة للسياسيين باش يستغلوا المنابر متاعو ويبثوا ويوجهوا الرأي العام التونسي، سورتو اللي صار في انتخابات التشريعية نتاع 2019. يعطيك صحة، انتهى الوقت قد زيدة، برافو. إيه به أنا خرجت عندي نتيجة نقولها ولا مزلتو؟ هايثم سامحني. لا انا عجبني برشا الريزونمون نتاعك والانشينمون، وفما برشا لوجيك في كلامك وتسلسل، اما ما عرفتش تستغل الوقت. عديت 30 ثانيه الاولانيين معناها ثلث الوقت نتاعك تعمل في مقدمه، صارت الثوره وتحرت البلاد وهذيك الكل نعرفوه، يعني ضيعت على روحك 30 ثانيه كنت نجم ترد بهم، معناها المقاربه نتاعك مخدومه مليح، لكن كانت نجم تكون اشب برشا، كان احسنت استغلال الوقت. كهو خلود انا كملت. عندك يا للا يا ايا 87، برافو برافو. يس. إيه ألوغ وختامها مسك لا ديغنييغ كونديتات لا ديغنييغ اللي هي كيفاش يقولوها عائدة سابقة. المهم مريم عسلامة عسلامة، شنو أحوالك يا مريم؟ الحمد لله. تعاود تقدم روحك للعباد اللي ما تفرجوش فيك قبل. مريم بوسرسار 17 سنة تو وتلميذة من صفاقس. مرحبا يا مريم. وهذا شكون؟ عمو. عمو هيثم. يلا مريم يبدا الوقت، تنطلق بون شانس. ثورة 2011 كانت نقلة نوعية في تاريخ تونس اللي منحت لنا مكسب حرية التعبير بعد صراع كبير عليه، ومن أهم القطاعات استفادة من الشيء هذايا هو قطاع الإعلام. أما زعم الإعلام عرف يستغل حرية التعبير؟ حتى حد لا يجم ينكر انه ولات عندنا تعدديه في عدد القنوات التلفزيه الاذاعيه والصحف، اما بالرغم من ذلك نراه في محتوى يبث في رسائل خطيره، على سبيل المثال البرامج الترفيهيه اللي تعرض فيها وسائل الاعلام السمعي والبصري، واللي كثيرا ما كانت تدعو للتنمر وتسوق وتبرر ثقافه التحرش والاغتصاب. وحسب تقرير لنشاط الهيكة سنة 2018 فإنه 48% أي ما يعادل نصف الشكايات اللي وصلت لها كانت شكايات ضد البرامج الترفيهية اللي ضمنت لخطابات العنف والكراهية والمس من كرامة الإنسان. قطاع الإعلام اليوم ولا متصف بهوس السبق الصحفي دون أي تحقيق أو تثبت، هذا اللي أكده لنا رئيس الهيكة نوري اللجمي في تصريحه شمس فيم، كيف قال إنه كثرة الأخبار الزيفة في الآونة الأخيرة السبب الرئيسي متاعها هو الرغبة في السبق الصحفي. قطاع الإعلام استغل حرية التعبير لصالح أجندات حزبية، وهذا بالطبيعة على سبيل الذكر للحصر، وأقوى دليل على ذلك هو الحملة الانتخابية في سنة 2019، حيث أنه في المدة الزمنية هيك هاو الهيكة رصدت 40 خرق. اليوم قطاع الإعلام تحول لمسرح الصراعات السياسية، منبر لتصفية الحسابات، هذا اللي خلاه ما عرفش يستغل حرية التعبير، بل زاد نفر الشعب وخاصة الشباب من الاهتمام بالشأن العام. وشكرا. يعطيك صح مزيف. إيه قبل دو سكوند كملت مريم. يعطيك صحة يا مريم، دوب ما تخلت لي نتيجة نقول لك. عمو هيثم عندك خلطتك منظمة النتيجة. بنت أختي منظمة. عمو دي نذكر أنه فما راو دي كريتير، فهم الأطروحة، مهارات العرض، استغلال الوقت، وانت في هذوما الكل جبت 94 يا مريم، مبروك. فيليسيتاسيون مريم. برافو يا مريم. دونك هي اللي تتعدى لل مريم هي اللي باش تمثل فريق المعارض للأطروحة في حلقتنا الزعمة نهار الأحد. خلود تذكرنا بالموعد، باش تكون في مواجهة نداء عبد القادر اللي ربحت في فريق الموالاة. المسند وجيل الجاي شنو جاو؟ الجيل الجاي جاونا مريقل كالعادة، تلقاونا ربع ساعة قبل الزعمة مع 9 غير ربع، ونرجعوا لكم بعد زعمة مع 10 وربع. نعطيهم للضيوف نتاعنا نعطيهم شويه لمحه بركه على الضيوف. عندك الحق في ضيف بركه تقول على اسمه. ضيف بركه ضيف فقط تحكم فيك.
تحكم رجل ولا امراه؟ اعطيني رجل وامراه. يبدا حرفه اسمه بحرف اللام. باه لؤي، لؤي شيرلي ماست لاست باش يرجع معانا. جو فما جماعه اخرين حاسين تكتشفوهم في وقتهم، مي انتوكا باش نحكيو في نفس الموضوع، زعما الاعلام ما عرف يستغل حريه التعبير ولا لا؟ ماش عنا ما نزيدو، شكرا لكم الكل، باي باي، ملتقانا في الحلقه غدوه ان شاء الله، باي.